السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. والنهاردة إن شاء الله مع معلومة جديدة ومع موقع ليوناردو اي اي لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. وكنت وعدتكم الفيديو اللي فات إن احنا هنتكلم عن الامتيازات الجديدة اللي فتحها ليوناردو اي اي فور ذيس ويك اونلي، يعني الأسبوع ده فقط، علشان نجرب هذه الفيتشرز وخاصة الالكيميز بريميوم فيتشرز. هنشوفها مع بعض النهاردة وهنشوف قد ايه الفيتشرز دي بتفرق مع الصورة، يعني بتحول الصورة بتاعتك لحاجة تانية خالص، او بتنقل الصورة بتاعتك لحاجة تانية خالص من ناحية التفاصيل والتعبيرات الخاصة بالوجه. هنشوف مع بعض الفيتشرز دي بتعمل ايه، يلا بينا نجرب مع بعض النهاردة. ليا بس رجاء عندكم في بداية الفيديو، يا ريت الناس تحاول انها تشير محتوى القناة مع المهتمين بنفس المحتوى اللي احنا بنقدمه، لان ده بيساعد على انتشار القناة اكتر والمحتوى اللي احنا بنقدمه اكتر، وده بيحفزنا ان احنا نقدم كل ما هو جديد وخاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فيا ريت الناس ما تكتفيش بانها تعمل لايك، لا تعمل لايك وشير، وتعليقاتهم الجميلة الإيجابية طبعا أنا شايفاها، وأتمنى طبعا المزيد من التعليقات والناس تقول لنا رأيها إيه في اللي إحنا بنقدمه، وده أكيد بيساعدنا إن إحنا دايما نحط إيدينا على الحاجات المهمة اللي بتهمكم. يعني أنا بحاول قدر الإمكان بشوف في التعليقات الناس حابة إيه وأبتدي إن أنا أتكلم عنه، حتى لو كان سؤال بسيط بطلع برضه فيديو أتكلم عنه. فأتمنى طبعا لو أنا عارفة الحاجة دي، مش شرط الإنسان يكون عارف كل حاجة، طبعا في بعض الحاجات انا ما بتكسفش ابدا ان انا اقول لا انا ما اعرفهاش، او هدور عليها وارجع لكم مرة تانية بيها. فده حاجة يعني بالنسبة لي ما فيش اي مشكلة، لا تعيب الانسان ابدا ان هو لو في حاجة ما يعرفهاش يقول انه هيدور عليها او ما يعرفهاش. هنحاول ان شاء الله قدر الامكان ان احنا نركز على الحاجات اللي تهمكم، ويلا بينا نرجع مرة تانية لمحتوى فيديو النهاردة والالكيميز بريميوم فيتشرز، ونشوف بتفرق قد ايه في توليد الصورة او الصورة الناتجة باستخدام موقع ليوناردو اي اي. هنروح على ايمج جنريشن، ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، وهنبتدي ان احنا نجرب مع بعض الاتي. هنجرب مع بعض الفوتوريل والالكيمي والبرومت ماجيك، لان هم فاتحينه هذا الاسبوع، فهنشوف يا ترى ده هينقل الصوره بتاعتي لفين. ولازم بس الاول نتكلم ونقول هيفيدنا بايه استخدام البرومت ماجيك مثلا، واستخدام هذه الالكيمي والحاجات دي كلها هتفيدك بايه؟ يعني انا هستخدمها في ايه؟ طب ما انا بنشئ صور بشكل مجاني باستخدام ليوناردو اي اي بقالي فتره، الحاجات دي هتفرق معايا في ايه؟ الحاجات دي هتفرق معايا انها تخلي الصوره مور ديبث. يعني ايه مور ديبث؟ يعني هتلاقي التفاصيل عميقه اكتر، الديتيلز اكتر، هتزود الكونتراست اكتر، والكونتراست اكتر لما الاوتبوت او الصوره بتطلع دارك قوي، فهو بيحاول يخلي الالوان الخلفيه لو فاتحه يغمق الديتيلز او التفاصيل الموجوده، وهكذا يعمل كونتراست، يعني يبقى في فرق واضح ما بين الالوان الفاتحه والالوان الغامقه، فتساعد على ابراز الصوره وتفاصيلها بشكل اكبر. بتساعد في ايه الفيتشرز الجديده؟ انها بتخلي الريزوليوشن اعلى او الجوده اعلى، يعني ممكن تلاقي الجوده، يعني في بتقدر تتحكم في الجوده بتاعت الصوره، فممكن توصل ل2x كمان جوده باستخدام هذه الفيتشرز. فاحنا النهارده هنجرب مع بعض بقى الفيتشرز دي بعد ما عرفنا بتعمل ايه ونشوف. اول حاجه انا هبتدي انشئ صوره عاديه جدا، يعني صوره عاديه جدا، فهقول an old wise man with crown glory eyes، يعني ايه؟ عين لونها بني بتلمع. وانا بفضل ان انا استخدم الدريم شيبر عشان اوريك الفرق في ومش هستخدم اي ستايل، نون، مش هستخدم ليوناردو ستايل، ولا هستخدم اي اليمنت، ولا حتى هحط اد نيجاتيف برومت. وفي بس نقطه حابه ان انا اقولها، ان الالكيمي والبرومت ماجيك والحاجات دي كلها مش بتفضل انها تستخدم مع الستيبل ديفيوجن الاعلى من 0.9. يعني انت لو هتستخدم ستيبل ديفيوجن ما تستخدمش بقى ستيبل ديفيوجن 1.5 ولا 2.1، الافضل اللي انت ممكن تستخدمه مع 0.9 ماشي، لكن ستيبل ديفيوجن العادي او ليوناردو ديفيوجن اكس ال ماشي، لكن ما تستخدموش مع 1.5 و2.1، مش هيديك النتيجه اللي انت عايزها. تعالوا بقى نجرب الموديل بتاعنا اللي هو دريم شيبر، وهنا انا لسه مش هفعل اي حاجه، لان احنا لازم يكون عندي ريفرنس، لازم يبقى يكون عندي مرجع اقدر ان انا على اساسه اقارن لما اجي افعل الفيتشرز اللي انا جاي اكلمك عنها دلوقتي. فهبتدي اقول جينيريت، هنا انا هخلي الاسبكت ريشيو بتاعتي من 16 ل 9، وهخلي النمبر اوف ايمجز 1، صورة واحدة بس، وهبتدي اعمل جنريت ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي.
هنا an old wise man with brown glory eyes. هتلاحظ ان عملية الجنريشن الاسبوع ده بتاخد وقت، يعني الصور كانت بتتولد في وقت اقل من كده، ولكن اعتقد لان الضغط عالي على السيرفرات الخاصة بليوناردو اي اي، ده توقعي انا الشخصي، يعني الناس بتحاول تجرب الفيتشرز الجديدة اللي هم فاتحينها الاسبوع ده، فاعتقد علشان كده الضغط بيكون عالي عليه، ممكن يكون بياخد وقت اكتر، الله اعلم، ولكن ده كان يعني حاجة بستنتجها يعني من نفسي. ايه دي الصورة بتاعتي، وخد بالك دي الصورة اللي احنا عملناها، الريفرنس بتاعي اللي انا هقيس عليه اللي هعمله بعد كده. طبعا بعض الناس هتقول لي تفاصيل مردية وجميلة وكل حاجة، تمام، احنا اوريدي الفترة اللي فاتت كنا بنستخدمه بشكل مجاني في شروحاتنا وكانت النتائج جيدة ومرضية، لكن تعالوا كده نبص بقى لما نجرب الفوت، هنجرب كده مع بعض بالترتيب حاجة حاجة. اول حاجة هنجرب مع بعض الفوتوريل، الصورة الفوتوريل الحقيقية، ونجرب مع بعض النتيجة هتكون عاملة ازاي. والفوتوريل هنا بيقدم لي رياليستيك فوتو بشكل مختلف، وهنا بيقول لي بيحتاج الالكيمي تو وورك، يعني انا هفعل معاه الفوتوريل والالكيمي عشان نشوف الفرق عامل ازاي. تعالوا كده هنفعل الفوتوريل، بيقول لي بيتفاعل معايا لوحده كده، بيبقى اون زي ما احنا شايفين طالما احنا شغالين مع الفوتوريل. وهنا بيقول لي currently abated only feature in beta، دلوقتي بيجرب، فايه حتى الان ممكن تستخدمه بشكل مجاني، وهو في الاساس هو في البيد بلان. تعالوا كده نجرب مع بعض الفوتوريل اتفعل معاه الالكيمي، وتعالوا شوفوا النتيجه هتكون عامله ازاي. هنشوف برضو هنا الموديل اختلف، يعني اتحول كده على طول ليوناردو فوتوريل، فمش دريم شيبر، وعمله لي سينيماتيك، وكانه هو ظبط لي كل حاجه وكل السيتنج علشان نشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين عمليه الجينريشن بتاخد 16 كوينز، فبتاخد كتير في التوليد، ان هو يولد لي صوره تكون فوتوريل والالكيمي يعني فعال او شغال وسينيماتيك، فهتستهلك الصورتين 16 كوينز، ولكن احنا مستنيين نشوف النتيجه، لربما تكون النتيجه مفاجاه يعني، فهنبص على النتيجه الخاصه بالصوره. ادي النتيجه، عطاني صوره طبيعيه، يعني تفاصيل الشخص طبيعي، مش كانها صوره مثلا معموله بالذكاء الاصطناعي. شايفين التفاصيل عامله ازاي؟ يعني شايفين التفاصيل عامله ازاي؟ العين، الدقن، التفاصيل عامله ازاي؟ الناس اللي بتعمل محتوى قصصي وعايزاه يبدو بشكل طبيعي، وممكن تستخدم ايمج تو ايمج طبعا علشان خاطر تستخدم الصوره دي يبقى الشخص شكله ثابت زي ما شرحنا الفيديو اللي فات، قد ايه الصوره طبيعيه. تعالوا بقى نبص على ان احنا هنقفل كده الفوتوريل والالكيمي، وانا بس هشغل الالكيمي، يعني مش هشغل الفوتوريل، وهروح استخدم الدريم شيبر مره ثانيه، وهبتدي اخليه هنا دايناميك، اوكي، وهنا برضو 16 ل 9، انا بحب قوي الاسبيكت ريشيو دي، وهنا الهاي ريزولوشن اوف، مش هشغل الهاي ريزولوشن، والكونتراست بوست 0.5، وانا هخلي السيتنج كلها زي ما هي. فانا هنا مشغله الالكيمي بس، اللي هو ايه؟ اللي هو بيديني صوره اكثر عمق، بيديني تفاصيل اكثر احسن، بيريديوس الدارك اوتبوت فوتو، يعني بيخلي الالوان حلوه، الفاتح فاتح والغامق غامق. هنشوف مع بعض النتيجه هتكون عامله ازاي. طبعا انا بدعوكم ان انتم تجربوا بقى الفيتشرز دي كده، وتطلعوا بيها شويه نتائج حلوه، تستفيدوا بالحاجات اللي بتطلع في المواقع بشكل مجاني، حاولوا ان انتوا تستفيدوا بيها قدر الامكان، عشان الناس اللي بتعمل محتوى انا متاكده انها هتطلع بالفيتشرز دي محتوى ممتاز جدا. دي الصوره بالدريم شيبر، خد بالك ده مش ريل فوتو، ولكن بصوا بقى على التفاصيل، التفاصيل يعني اولد وايز مان، شايفين التفاصيل بتاعت الوش شكلها عامل ازاي، قد ايه جيده. طبعا ممكن كمان تروح تعمل ان زوم، لو انا حاسه انها زوم ان قوي ممكن ان انا اعمل زوم اوت، هيكلفني 5 توكنز، ولكن احنا عايزين برضو لما نعمل ان زوم نشوف النتيجه عامله ازاي. انا بجرب معاكم اهو كاني قاعده شغاله مع نفسي وبعمل صور وبقول لكم بالظبط الواحد بيجرب ايه. تعالوا كده نشوف الان زوم ايمج، ممتازة جدا جدا جدا، أنا الصورة اللي بتعجبني بعمل لها داونلود، مع إنها هتكون موجودة في الهيستوري يعني، ولكن بجد الصورة جيدة جدا.
شايفين الفرق؟ تعالوا بقى نقارنه كده بالريفرنس، لا فرق كبير، يعني فرق كبير، مش ممكن، مفيش فرق يعني. تعالوا بقى نبص على، نقفل الالكيمي ونبص على البروميت ماجيك. والبروميت ماجيك ده الهاي كونتراست اون والسترينث 0.4. تعالوا كده نشوف مع الدريم شيفر برضو، وهنا هعمل نون، يعني مش هخلي الستايل اللي هنا هخليه نون، ونشوف كده هيديني ايه. تعالوا كده نبص هيديني ايه. يبقى انا فعلت الفوتوريل، اتفعل معاها الالكيمي، شغلت الالكيمي، بس البروميت ماجيك اهو بنشغله ونشوف النتيجه هتكون عامله ازاي، وفي الاخر بنقارن بالريفرنس بتاعنا. عشان كده انا اتعمدت ان يكون صوره واحده بس اللي بانتجها عشان نقدر نقارن فعلا ما بين الصور وبعضها البعض. ادي النتيجه ايضا ممتازه جدا. ممكن نعمل انزوم، الصوره برضو حلوه جدا والاوتبوت ممتاز مقارنه بالريفرنس بتاعنا. وخد بالك ده دريم شيبر، فلما بقارن ما بينه وما بين الصوره الاولانيه، لا الصوره ممتازه. دي الانزوم ده ايمج اهي دريم شيبر، وخد بالك ده برضو دريم شيبر، فشايف الفرق عامل ازاي. انا بصراحه شايفه الفرق رائع. ده بالنسبه لي الفيتشرز المفتوحه. في كمان ممكن هقفل البروميت ماجيك بالمنظر ده. تقدر طبعا ايه، هنا بص يعني في البروميت ماجيك عايز البروميت سترينث تزوده تقلله، دي حاجه راجعه لك شده الامر يعني. طبعا تقدر تجرب بي، تعالوا نشوف كده بحاجه تانية. انا عايزه اجرب بالابسولوت رياليتي، ابص عليه شكله هيكون عامل ازاي. فاتحه انا البروميت ماجيك، دي النتيجه. الريل برضو كويس، حلو، النتيجة بتاعته كويسة جدا جدا، أنا شايفة ممتازة. فبصراحة يعني النتيجة رائعة. تعالوا بقى نجرب كده ايمج جايدنس كده. أنا حابة إن أنا يعني أجرب كده واحدة ايمج جايدنس كده، ونطلع كده نشوف. هخليه برضو دريم شيبر و an old wise man with brown eyes he is reading a book. هنا بيقول لي ما ينفعش تستخدم image to image مع البروميت ماجيك. هو هنا بيلفت نظري مع البروميت، فانا هقفل البروميت ماجيك كده، لان هنا بيقول لي ما ينفعش تستخدميه وانت مفعله البروميت ماجيك. تمام، طيب مش مشكله، انا عايزه برضو اجرب معاكم الصوره اللي طالعه بالبروميت مثلا ماجيك او بالالكيمي، اشوفها ممكن تديني ايه. ده بالبروميت الجديد ده، واحد بيقرا كتاب، الراجل ده بيقرا كتاب. هنا هبتدي ارفع الصوره بتاعتي، قفلت بس دول هنا، ما بيشتغلش مع البروميت ماجيك ولا الالكيمي اعتقد. ونفس الشخص ده عايزاه بيقرا كتاب، فتعالوا نشوف هيديني ايه. طبعا السترينث برضو انت تقدر تتحكم فيه، هيظهر عندي النتيجه فين. هتظهر عندي النتيجه في الجنريشن هيستوري. انا قلت اجرب معاكم الحته دي، احنا عملناها المرة اللي فاتت واتكلمنا عنها بالتفصيل، ولكن ده لا يمنع برضو ان احنا نجرب مع بعض ممكن النتيجة تكون عاملة ازاي. يبقى اذا عشان تشتغل image to image ما ينفعش تفعل دول البروميت ماجيك والالكيمي في الجزء المتعلق ب image to image، ولكن ممكن تعمل صورة باستخدام الفيتشرز دي او البريميوم فيتشرز دي او المميزات دي، وبعد كده ترفعها وتعمل على اساسها. ادي النتيجة. طبعا واخدين بالنا ان النتيجه برضو مش زي لما بعمل بالبروميت ماجيك، ولكن هو عطاني الشخصيه شبه نفس الوش، يعني عطاني نفس الوش. تعالوا كده نروح الى حد كبير نفس الوش او ملامح الوش، وبيقرا كتاب زي ما احنا شايفين. ممكن اروح اعمل انزوم عشان ابعد الصوره شويه، ممكن اروح اقفل الايمج جايدنس واجرب بالالكيمي صورة زي دي، نشوف كده هتديني ايه. تعالوا كده نجرب مع بعض، اعتقد انها هتبقى مختلفة، نفس الشخص بس بيقرا كتاب. ادي النتيجة، نتيجة حلوة جدا زي ما احنا شايفين، يعني شبه الراجل شوية الاولاني، ولكن يعني ايه ممتازة برضه الصورة، النتيجة بتاعتها ممتازة. بس طبعا الايمج تو ايمج انا بستخدمها لما اكون عايزة اعمل صور ثابتة، زي ما قلت لكم انا هنا جربت الان اولد وايز مان ويز براون جلوري ايز من غير ايمج تو ايمج. فلو انت عايز تنشئ صور ثابتة مش هتقدر انك انت تستخدم معاه الالكيمي والبروميت ماجيك.
اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. البريميوم فيتشرز عجبتني زي ما قلت لك، حاول ان انت تنشئ الصور اللي انت عايزها في الفتره دي، لان الاسبوع ده فقط تجربه البريميوم فيتشرز، وبعد كده اعتقد ان هو هيقفلها. فجربوا وشوفوا وقولوا لي رايكم في التعليقات. زي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس لو بتشوفونا لاول مره، وان شاء الله هيعجبكم المواقع اللي بنقدمها عندنا على القناه. بص بص عليها وان شاء الله هتفيدكم، مختلفه ومتنوعه. ولو كنتم متابعين الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.